انا واميل اتجوزنا جواز تقليدي جدا، جواز صالونات. بصراحه في الاول ما كنتش موافقه، بس وافقت عشان استريح من خنقه ابويا واخويا. بس من يوم ما اتجوزنا عمره ما حرمني من حاجه، ودايما محسسني اني احسن ست في الدنيا. امير مهندس معماري في قطر ومسافر كمان يومين. على قد ما كنت مش عايزاه قبل الجواز، على قد ما هيوحشني دلوقتي قوي. انت عشان لازم تتعبينا معاكي. وانا حضرتك علشان رفضت تقعدي بيت ابوك لحد ما جوزك يرجعني. اتشحطت انا واجي اقعد معاكي. اهدى اهدى، انتوا ليه مش مقتنعين اني ما بقتش صغيره؟ ايوه مش صغيره، بس انت يعني ست متجوزه، وبعدين انت عارفه كلام الناس كويس، وانا ما بحبش حد يتكلم عليها، وبعدين يعني ابوك يخلف بنات وانا اتشحطت. الو. ايوه يا حبيبي، انت وحشتني قوي. حاول تاخد اجازه باي طريقه، محتاجه لك قوي. انا مش محتاجه فلوس يا امير، انا محتاجه لك انت. خلاص اوكي ماشي، باي باي. شرفت يا امي. في ايه يا ايمن، مالك؟ ليه ما عندكيش دم؟ مش عارفه انت ست وعايشه لوحدك؟ وانا عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ راجع الساعه 10 بالليل، بعدين ما خدتيش اذن بالخروج. ما انت ما كنتش موجود يا ايمن. يعني انا عشان مش موجود تقرطصيني وتخرجي؟ يا مفين، لو مش خايفه على منظرك قدام الناس، خايفه على سمعتنا احنا. انت رايحه فين وسايباني؟ خدي، ما هي لو امك لو كانت عرفت ربتك ما كنتش عملت كده. الله يقطع خلفه البنات وسننها. فاضي خالص؟ قاعدة لوحدك؟ طب انا جاي لك حالا. ها سلام سلام. ممكن اتعرف عليكي؟ اشمعنى؟ عجبني اسمك وقلتي اشمعنى يعني جدرانها هشة. اصل حاسه ان الناس كلها شايفاني قوي، بس شكلي كده هقع مع اول نفخه هوا. انت دخلتي على الموقع ده قبل كده؟ بصراحه لا. طيب شوفي افلام قبل كده؟ اه، وحسيت بمتعه غريبه قوي. مفتاحك كام؟ لا انا خايفه. ليه؟ انا مش اصلا بيجبني. والله بنت مش ورق، انت مش سامعه صوتي؟ واو، يخرب بيت جمالك، انت جامده جدا. اقول لو كنت معايا دلوقتي. Thank you.
كمان نفسي تكوني معايا؟ مفضلك نفسي عشان نخرج مع بعض شويه وانت عدالي على النت اللي كل دماغي. هو انا اقعد في البيت مش عاجب اخرج مش عاجب؟ عايز نعمل لك ايه؟ ما تعمليش حاجه، انا اصلا اللي غلطان اللي جيت لي. ادخل. انا نازل. 64 حصان اللي مع نيفين، مش عايز حاجه من تحت؟ لا شكرا. طب نيفين انا نازل على اقعد مع صحابي، لو عايز اي حاجه كلميني على الموبايل. طيب ماشي، هقابلك في الاسطبل. ماشي قومي غيري بقى. على يا حبيبي. ايه يعني ايه جاي اخر الاسبوع؟ لا ما فيش حاجه، اصل تعبانه شويه. اوكي سلام. ده وقته؟ الو يا رحيم، انا عارفه انك مسافره لاخر الاسبوع، بس انا محتاجه لك قوي. لا جوزي جاي اخر الاسبوع. لا مش عارفه اجازته المره دي قد ايه، بس حاولي عشان خاطر انا محتاجه اقعد معاكي قوي. ماشي اوكي، باي باي يا قلبي. في ايه يا نيفين؟ انت مالك متغيرة كده ليه؟ طلقني.